خاصة غنمشي عند السي مراد خالد وهو مؤسس وأول رئيس جمعية المعارف لعلم الطيور. بعدا أنت أول مؤسس للجمعية، كيف جاتك الفكرة بأنك تأسس جمعية ديال علم الطيور وأنت باعتبارك أول مؤسس لها وكذلك مؤسس اتحاد الأنطولوجي المغربي؟ السلام عليكم. شنو المشاكل اللي لقيتي كمؤسس الجمعية في المرة الأولى أستاذ خالد؟ يعني شكرا بعد على الاستضافة أستاذة رجاء وشكرا للحضور الكريم. أولا مسألة فكرة التأسيس هي ما جاتش فكرة شخصية وانفرادية، فكانت هناك ننتمي لواحد الحي اللي هو حي المعارف معروف في مدينة الدار البيضاء اللي كيضم واحد المجموعة من الهواة اللي عندهم واحد الدراية واحد الباع طويل في الميدان. نعم. وبمجالستنا لهاد الناس وهاد الأساتذة يعني تكونات في حال قلتي واحد الحمية ديال داك الحي، بداو تكوننا بزاف ديال الهوات من هذا الصنف، وجاتنا فكرة أننا نأطروا العمل ديالنا والمشاركات ديالنا في هذا الميدان في إطار جمعية تهتم بتربية وعلم الطيور. نعم. هذه هي الفكرة الأساسية، وخاصة طائر الحسون. لأن الهاجس الأول اللي عند هذه الجمعيات مثلا ديال خاصة طائر الحسون هو الهاجس ديال أننا كنخدموا بواحد المادة خام اللي هي طائر مهدد بالانقراض، وهذا كيشكل واحد يعني واحد المسألة مشكل كبير. نعم. خاصة أننا في هذيك الوقت يعني في 2005 ولا 2006 لم يكن للجمعيات المهتمة بطائر الحسون واحد ترسانة قانونية ولا اللي كتحميها في الهواية ديالها، فكان هناك واحد فحال قلنا كنا في مخاض. نعم. بهذه العبارة بالدارجة ما كناش عارفين لما نعطيو الراس. هل القطاع الرياضي، هل الجامعة القنص، هل ما عرفتوش من تجارة تشدو كيف تماما لأن كان، والحمد لله كانت هذيك المرحلة اللي كنسميها دائما المرحلة الجميلة في هذا الميدان، لأن كان المخاض الحقيقي قبل ما يكونوا الاختلافات، قبل ما ينبطقوا كيانات أخرى، كانت هناك واحد تجمع كبير ديال الهواة ديال المغرب كامل تحت واحد لواء واحد اللي هو الجامعة اللي كيسميوها الناس في المغرب كاملين الجامعة الأم، هي لا اف ام او، الجامعة المغربية لعلم الطيور. نعم. إذا سمحتي سي خالد غنتوقفوا دقائق مع الأذان صلاة الظهر ونرجعوا نكملوا معك موضوعنا. دائما مستمعينا الكرام تواصلي معكم مع برنامج بيئاتي حياتي، وموضوعنا اليوم هو الترسنة القانونية لعلم الطيور بحضور ضيوف كرام. نكملوا معك أستاذ مراد خالد، كنا كنتكلموا على التأسيس ديال الجمعية والمجهودات ديالكم للنهوض بهذا العلم هذا. تفضل. نعم. فكما قلنا فكانت هناك جامعة واحدة هي الجامعة الأم كما كنسميوها في القطاع ديالنا، الجامعة الـ FMO الجامعة المغربية لعلم الطيور. وتما منين بدات كتختلف الرؤى ما بين الجمعيات المنخرطة تحت لواء الجامعة، فكان هناك واحد انشقاق اللي كان قمت بها انا شخصيا بمعية بعض الجمعيات الاخرى. شنو كانت الاهداف ديالكم وما لقيتوهاش في هذه العصبه هذه؟ شنو الاهداف اللي ما لقيتوش ان خصها تحقق لهذا العلم هذا وما لقيتوهاش تحت اللواء ديال هذه العصبه هذه؟ اخت رجاء، دائما كانت المطالب ديالنا ولا الهاجس ديالنا هو احترام القوانين والتنظيم ومحاربة العشوائية في التسيير. هذه دائما حتى المطالب ديالنا كتابيا دائما كانت، حتى خروجنا من الجامعة في هذاك الوقت وتأسيسنا للاتحاد الأورنيتولوجي المغربي، المطالب اللي كنا رسلنا أنه هناك خروقات كبيرة كانت وكانت واحد العشوائية في التسيير. بالنسبة للطيور، نتكلم على الطيور. بالنسبة للطيور ما عندناش إشكال، إحنا في الطيور عندنا إشكال في مسألة مؤسساتيا هناك مشاكل بالنسبة لهوة الطيور في تسيير قطاعي، هذا هو الإشكال الكبير. إذا يعني ما عرفتوش أش من اتجاه غتاخدو، أش من كيف ما قلتي شويه دابا انكم ما عرفتوش ملي اسستوا الجمعيه ما عرفتوش لاش غادي تنتمي واش من جهه بالضبط. تماما، وهذا هو اللي دفعنا اننا نشكلوا كيان اخر باش نشطوا بكل اريحيه ولا ندخل في منافسه غير شريفه مع الكيان. شنو اختاريتوا؟ اختارينا الاتحاد الاورنيتولوجي المغربي. كان يضم تقريبا واحد 12 جمعيه. نعم. من جميع ربع المملكه، وانطلقت المسيره ديالنا في هذا الاتحاد. المسيره شنو؟ عباره على المسيره عباره عن تاطير
الهوات في كل ما يخص بتربيه وتربيه الطيور خاصه الطائر الحسون بتطير ندوات بتكوين الهوات في تغريد الحسون في جلب حكام اسبان من لتأطير الهوات المغاربه تنظيم مباريات على اعلى المستوى استدعاء حكم اجنبي في هذه المباريات وقيام باختبارات للحكام يعني درنا حتى دورات تكوين للحكام في مدينه اكادير في 2009 باستضافه ديال الجمعيه السوسيه لاكادير انذاك اللي كانت تحت لواء الاتحاد يعني هذا هو الهاجس اللي كان عندنا وهذا هو العمل اللي قمنا به كانت الولايه ديالي في الاتحاد 3 سنين من 2008 حتى 2000 من 2008 حتى 2011 وكنتي راضي على هذه الولايه هذه 3 سنوات كنتي بمجهودات نعم. كنتي باشياء يعني عاونات كيف ما كنقول الملاعين او الهواه ديال هذا العلم هذا نعم وربما الاخوان اللي كانوا معنا في هذاك الوقت يعني هما شهود على ديك المرحله اللي الحمد لله وكانت حتى بشهاده الجامعه الام فكانت هناك واحد المنافسه جميله ما بين هذه الكيانين هذا الكيان ديالنا ديال الاتحاد والكيان الاول كانت هناك منافسه وكان هناك رواج في هذه الهوايه هذا هو بصفه يعني مختصره كيفاش نباطقوا هذه الجامعتان من جامعه واحده إذن أستاذ خالد ندخل معك شوية في المسابقة الدولية باعتبارك أول مشارك أو من المشاركين المغاربة في البطولة الإسبانية لتغريد الطيور إلى قرناها إلا بغيناك تعطينا لمحة يعني مقارنة ما بين المباريات اللي كتكون في المغرب والمباريات اللي كتكون خارج المغرب إسبانيا كمثال يعني شنو الفرق كاين في مسألة التنظيم نعم كنرجعوا دائما لمساله التنظيم مثلا مساله ان الانسان يحترم الهوايه ديالو مثلا في اسبانيا للرجوع عن الكلام اللي تفضل به السي عادل الرحموني فالقطاع ديال الطيور في اسبانيا هما عندهم اختصاص هما عندهم اختصاص ديال الطائر الحسون كطائر مغرد ما عندهمش جامعه اللي فيها كل الاصناف ديال الطيور علاش لان الطائر الحسون عنده القوانين الخاصه به فهما كيستمدوا التنظيم عفوا يستمدوا القوانين ديالهم من الهيئه اللي في حال ديالنا حنا المندوبيه الساميه للمياه والغابات هذا هما عندهم حتى هما واحد الكيان في هذا الشكل وكيستمدوا القوانين ديالهم من وزاره الشباب والرياضه ديالهم في اسبانيا لان ملي كنقولوا دي كونكور دو شان مباريات في التغريد فهذا يفيد منافسة ويفيد أنه كل متبري يأخذ جزاء ميدالية ولا كأس ولا جائزة على 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 ذاك التنافسي ديالو هنا كيجي الجانب ديال الرياضي في الهواية ديالنا وهذه المسألة كنا كناديو بها بزاف حنا الهواية ديالنا فيها جانب تراثي فني هذا ولكن هناك جانب رياضي لأننا كنديرو مباراة فحتى الجامعة ديال الشباب والرياضة في إسبانيا كيوضعوا لها هذه الجامعات ملفات ديالهم وكيوليو تحت يعني رحمه القوانين الجمع القوانين ديال الرياضه ديال الشباب والرياضه في اسبانيا بين قوسين ووزاره ثالثه اللي كتاثر الميدان هي وزاره ديال الامبيانتي كيقولوها بالاسباني يعني لونفيرونمون وزاره البيئه اذا هادو غير صحاب الحسون في اسبانيا كيستافدوا من ثلاث لي توتيل ديال ترو مينيستير ديال الناس ديال القنص وديال هذا وديال البيئه وديال الرياضه وهذا هو هذا هو اللي ناقصنا حنا هنا هذا هو اللي ناقصنا حنا هنا هناك دابا كاين الحمد لله القطاع مؤخرا لان كنعتبرها واحد احسن ما وقع في تاريخ الهوايه الطائر الحسون في البلاد هي المسطره ديال المسطره ديال الامساك والحيازه اللي صدرتها المندوبيه الساميه للمياه والغابات